في مرآة البطولة لهذا اليوم، قضية أمين الرباط تأبى إلا أن تستأثر بالاهتمام. العميد السابق للرجاء البيضاوي قال للمساء الرياضي بأنه لا زال في جعبته الكثير، نفيا حديث البعض عن هربه لإسبانيا ومؤكدا بأنه سيدافع عن موقفه لآخر رمق. الرباطي لوح بمقاضاة محمد بودريقة بسبب ما اعتبره تشهيرا طاله من طرف رئيس الفريق الأخضر، مضيفا بالقول: الحمد لله كرشي ما فيهاش العجينة، قضيت سنوات طويلة في الملاعب وما زلت قادر على العطاء، ومن المؤكد أن الأيام ستنصفني وسيعرف الجميع حقيقة الأمور. في جريدة المنتخب، عبد الإله أكرم يكشف عن ترشحه لمنصب رئيس الجامعة ويتحدث عن الأسباب الكامنة وراء قراره والتي لخصها في الرد على منطق الحجرة. أكرم قال بأن الجامعة ليست مجدامة لكي يروج المرشح لمصطلح القطيعة والإقصاء الشامل لرجالات المكتب الحالي. وفي الصباح، فوزي لقجع المرشح لرئاسة جامعة الكرة يجتمع يوم غد الثلاثاء بأندية القسم الثاني في بيت رئيس المغرب التطواني عبد الملك أبرون في محاولة أخيرة لإقناعهم بالتصويت على لائحته. وبعد غد الأربعاء، بودريقة في إطار دعمه لنفس اللائحة سيجتمع بأندية القسم الأول. والأخبار تضيف: حسن مرزاق الناطق الرسمي باسم أندية قسم الهواة يقول بأنه لن يكون ضمن أي لائحة مرشحة للتنافس حول رئاسة المكتب الجامعي المقبل، ويضيف بأنه تلقى بعض الاتصالات للالتحاق بإحدى اللوائح، مؤكدا بأنه سيدعم أندية قسم الهواة ولو من خارج المكتب الجامعي. في المساء الرياضي، أزمة الوداد البيضاوي تحت المجهر، هل هي عثرة البداية أم امتداد لنتائج الموسم الماضي؟ المساء رصدت أسباب البداية غير الموفقة بالحديث عن أن الفريق كان ينتظره تحدي صعب هذا الموسم، ورغم ذلك قام بانتدابات محدودة وبلغ في تجريب اللاعبين. غياب الجمهور زاد الطين بلة، وتركة الموسم الماضي أثرت على مسار القلعة الحمراء هذا الموسم. وفي المساء أيضاً، طليب مدرب الوداد يقول بأنه لم يعد مرغوب فيه لكنه لن يستقيل، مضيفا بأنه متعود على تحدي الصعاب. في أخبار اليوم، رئيس الجامعة علي الفاسي الفهري يحتج على نفسه عبر الفتح، رسالة شديدة اللهجة بعثها الفريق الرباطي إلى جامعة الكرة على خلفية قرارها القاضي بتأجيل لقاء الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية. مسؤول الفريق الرباطي وحسب الصحيفة اتهموا في الرسالة الجامعة باستهدافهم. يأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط على احتجاج آخر على لجنة البرمجة والتحكيم بسبب قرارات اعتبرها النادي غير منصفة أعلن عنها هشام التيازي في مباراة الكأس أمام الرجاء البيضاوي. في الأحداث المغربية، 70 مليون سنتيم لاستقدام قدماء الريال إلى طنجة. الأحداث أكدت أن هذا المبلغ خصص لتغطية مصاريف التنقل والإقامة للفريق الملكي، مضيفة بأن المبلغ كان سيكون أكبر لو طلب الريال بمبلغ مالي نظير مشاركته في هذا اللقاء الودي. وفي أخبار اليوم، عميد ريال مدريد السابق فرناندو هيرو يقول بأن الكرة المغربية لها وزنها لكنها تراجعت كثيرا، ويضيف بأنه لم يتفاجأ بالحماس الجماهيري في مركب طنجة الكبير، لكن ما أثر انتباهه فعلا هو معرفة الجماهير المغربية بأسماء لاعبي الريال رغم اعتزالهم الكرة منذ سنوات ليست بالقصيرة. الخبر الأخير في مرآة الصحافة لهذا اليوم سيكون من جريدة الصباح، والتي نقلت خبرا عن لاعب المنتخب المغربي عادل تعرابت، وقالت بأن الأخير صرخ في وجه مدربه أمام استغراب الجماهير، والسبب هو أنه لم يستسغ عدم دخوله في الشوط الثاني من مباراة فريقه فولهام أمام ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي ليبقى حبس دكة البدلاء لأول مرة هذا الموسم. فوز فولهام لم يثني الجماهير على انتقاد تصرف تعرابت الذي أدهش المدرب مارثانيول. تصرف تعرابت من المرجح أن يعرضه لإجراء تأديبي من طرف ناديه الإنجليزي.